طيب يمكن انا عمي بيقول لي دقيقتين، فانا يمكن فاضل لي سؤالين بس، هختار الاكثر تداولا، الا وهو فلان الفلاني مثلا عاوز يطعم والده والدته ايا كان، والناس دي غير قادره على النزول، يعمل ايه علشان يطعم جوه المنزل؟ بيتواصل مع الوزارة أو مع الخط الساخن وبيقول الحالة 105 الحالة المرضية ل و13353 13353 اكتب 13353 والخط الساخن بتاع التطعيمات، وبيبلغوا بالحالة المرضية، ويعني احنا بنطلع ساعات ما بيبقاش في حاله مرضيه بالمعنى المفهوم، يعني ما فيش اعاقه حركيه والحمد لله تحول دون ذلك، لكن بيبقى الشخص وصل الى سن حركته صعبه، ما بيقدرش ينزل ولا يطلع، ما يعرفش يطلع السلم ينزل سلم يروح مشوار يجي مشوار الى اخره، السن الكبير ساعات الوضع الصحي بشكل عام دون وجود مرض بحد ذاته، هل ده برضه ممكن يعني نبعت خليني اقول لحضرتك، هو الهدف من وجود مثل هذه الخدمة هو التيسير على الكبار السن وعلى أصحاب الأمراض المزمنة وعلى أصحاب الإعاقات، يعني هو ده الهدف الأساسي، وبالتالي لما يبقى في مثل هذا النوع لا شك إن إحنا لا نملك إلا أن نستجيب، لأن إحنا عاملين الموضوع ده أصلا عشانهم يعني.